استضافت العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الجاري الدورة 21 لمعرض فريز آرت فير للفن المعاصر، الذي يعتبر واحدا من أكبر المحافل الفنية في العالم منذ إقامته للمرة الأولى في 2003. أقيم المعرض داخل صالة ضخمة مؤقتة شيدت من أجل هذا الحدث خصيصا في ريجنت بارك بلندن، ويشارك في دورة المعرض العام الجاري 162 صالة عرض. جيمس وينتسور، جامع الفنون. فريز يعيد ابتكار نفسه طوال الوقت، ويبدو أنه يتمتع بنوع من الإثارة على نحو خاص. إنه مشوق، الجميع هنا. يتسم هذا المعرض بغرابة الأعمال الفنية المقدمة فيه، والتي جاءت على غرار مجسمات عملاقة وحساء نووي تطهوه أسرة يابانية بخضروات ملوثة بالإشعاع النووي من المنطقة المحيطة بمفاعل فوكوشيما بعد كارثته النووية في عام 2011، بالإضافة إلى عروض بالي. ويعتبر فن الأداء هو عنوان هذه النسخة من المعرض، حيث أثنى الحضور على عروض البالي التي قدمت أثناء فعاليات المعرض. ومن المقرر أن يختتم معرض فريز آرت فير فعالياته اليوم السبت. محمد الجبالي، رويترز.